فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك حمامات معدنية خاصة، كل واحد يكون مع زوجته في غرفة من هذه الحمامات، سؤاله هل يجوز الذهاب إليها للاستحمام والاستشفاء، وهل يجوز أن تنزع الزوجة ملابسها في ذاك المكان؟ والله فيها يعني فيها تبذل وفيها أشياء ما ينبغي، ما نشير به ما نشير به، ولو كان يكون هو زوجته من عزلين، أنه لا بد يحصل شيء من التساهل من استطلاع الأشرار إليهم والحرص على الاطلاع عليهم، وربما يكون هناك أجهزة تكشف لهم هذه الأشياء، فكونهم ينسترون في بيتهم ويستحمون في بيتهم وعندهم الماء الحار وعندهم الماء البارد وعندهم كل شيء والحمد لله. نعم.